الكبير الذي قدم كامل الدعم. أهلا بكم إلى الصباحية من تلفزيون مستقبل، وفيها ما حدا طرح يعني موضوع التوطين في لبنان. لبنان يشدد على رفض التوطين، ومجلس النواب يرجئ البتة بالاقتراحات المتعلقة بالسلسلة بانتظار قرار المجلس الدستوري. نحن مقبلون على استحقاق وطني كبير يتمثل في إجراء انتخابات نيابية. المفتي دريان يؤكد أن الانتخابات ستشكل نقطة تحول لفتح صفحة جديدة على مستوى إعادة بناء الدولة ومؤسساتها. البرزاني الاستفتاء في موعده، وأخطأنا بالعودة إلى بغداد، والسعودية تعول على حكمته للحفاظ على وحدة العراق. صباح الخير. يلقي رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون اليوم كلمة لبنان في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومن المنتظر أن تتناول ردا مباشرا رافضا لكلام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي دعا فيه إلى توطين النازحين في أقرب مكان من بلادهم. وكانت الهيئة العامة لمجلس النواب شددت على رفض التوطين الذي ذكر في مقدمة الدستور اللبناني. وفي السياق ذاته أشار الرئيس سعد الحريري إلى أن موضوع التوطين في لبنان غير مطروح، واعتبر أن ما قاله الرئيس الأمريكي موقف سياسي بحت. من جهة أخرى، أرجأت الهيئة العامة كل الاقتراحات المتعلقة بسلسلة الرتب والرواتب في انتظار قرار المجلس الدستوري، مع تأكيد إدراجها على جدول أعمال الجلسة المقبلة. التقرير لربيع شنطف. الجلسة التشريعية بقسمها الثالث بدت قصيرة نوعا ما بسبب إرجاء اقتراحات قوانين لارتباطها بقرار المجلس الدستوري الذي يدرس الطعن المقدم بقانون الضرائب. مجلس النواب أكد على مقدمة الدستور التي ترفض التوطين كرد على تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تحدث عن توطين اللاجئين في دول قريبة من دولهم. وبعد الجلسة برز اجتماع بين رئيسي مجلس النواب والوزراء نبيه بري وسعد الحريري في حضور عدد من الوزراء والنواب، وقد طرحت فيه كل المسائل المستجدة، وتضمن نقاشا صريحا واستعراضا لعمل الحكومة والمجلس، كما أكدت مصادر لتلفزيون مستقبل. يعني اليوم اللي عم نشوفه، إن كان بالإنجازات اللي عم نشوفها بمجلس النواب ولا مجلس وزراء، بدل على أهمية أنه هالتوافق اللي موجود بالبلد وأهميته في الشأن التشريعي والشأن التنفيذي، وهيدا الشيء عم يترجم. يعني ما حدا طرح يعني موضوع التوطين في لبنان، كل عارف يعني نحن حسب يعني رفض لبنان فيما يخص توطين الفلسطينيين وأيضا أي جنسية أخرى. نحن لبنان عندنا دستورنا وعندنا سيادتنا، وهذا إن كان الأمريكان ولا غير الأمريكان عارفين هذا الموضوع بالنسبة لنا شو بيعني. فالحكي اللي صار بأمم المتحدة هو موقف سياسي، لا يجبر أحد على أنه الواحد يعمل أي شيء فيما يخص. نحن أنا برأيي المشكلة بهذا الموضوع، من يعني في موقف اوكي، بس نحن يعني مش مجبورين ما حدا لازمنا يعني لازمنا بهذا الموقف. ما في قرار دولي انه والله عم يعني يطلع بانه بهذا الشأن، وانا برايي انه ما بحياته بيطلع قرار دولي بهذا الموضوع، انه يجب التوطين هؤلاء في اماكنهم. فمن يعني من كبر الموضوع، لانه عن جد الموضوع انا كحكومه مجبور اني انفذ القانون، وأنا كفريق سياسي كمان عندي موقف فيما يخص. نحن أنتم بتعرفوا جيد جدا أنه القانون الانتخابات لحتى وصلنا له تعبنا فيه كتير، فنرجع نفتح هذا الملف. أنا برأيي في أمور بدها توضيحات، يجب أنه تتوضح فيما يخص القانون. في موضوع يمكن في خوف بموضوع أنه هل تنجز البيومترية، هل التسجيل المسبق مفيد ولا غير مفيد. هيدي أمور نحن كحكومة عم نجاوب عليها، عم نحاول نتحاور داخل الحكومة عليها. الرئيس بري عم ينطلق من منطق أنه
كيف يعني عم يتوقع الأسوأ لا سمح الله أنه ما قدرنا ننجز هذا الموضوع يعني قابل للنقاش. ماذا عن التحذيرات الأمنية اللي قامت فيها بعض السفارات وكيف الوضع بلبنان؟ يعني أنا بدي أطمن كل اللبنانيين وكل الزائرين للبنان أنه الوضع الأمني ممسوك، الجيش اللبناني وشعبة المعلومات والمخابرات وكل الأجهزة الأمنية وأمن العام وأمن الدولة يعني على أكبر استعداد واستنفار، وهذا الشيء قبل ما يصير أي يعني أي تهديد ولا أو تحذير. فلذلك أنا بقول للبنانيين والجميع أنه ما في خوف، ما تخافوا، انبسطوا، طلعوا، تعشوا، تغدوا، عيشوا، وبعدين إذا بدنا فعلا نواجه هذا النوع من الإرهاب بدنا نعيش وبدنا نواجهه بأنه نعيش، ما حدا يخاف. ما يحكى بشأن دفع رشاوى في الكلية الحربية لقبول بعض تلامذة الضباط أمر توقف عنده وزير العدل سليم جريصاطي. لم يتصل بي الرئيس سعد الحريري ولم أتصل بشخصي بمفوض الحكومة لي لدى المحكمة العسكرية، ولم يتصل أحد من الوزارة بمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية. هيدي مش من عاداتي أنه اتدخل بسير القضاء في ملفات بهذه الحساسية أو بملفات أخرى. بعض الملف ما انتهى، قد أحاله وزير العدل إلى هيئة التفتيش القضائي. ومن أبرز المواضيع التي أقرت في الجلسة التشريعية اقتراح القانون الرامي إلى معادلة شهادة البكالوريا الدولية بالبكالوريا اللبنانية للتلاميذ اللبنانيين، واقتراح القانون الرامي إلى منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي. وفيما لم تغب الأجواء المرحة المعتادة عن الجلسة، سجلت سجلات عدة لا سيما على خلفية تعديل الدوام الرسمي، إذ جرى جدال بين رئيس بري والنائب خالد الظاهر على خلفية التعطيل يوم الجمعة، وقد قال رئيس بري للظاهر ما حدا يزيد على إسلاميتي. اقتراحات قوانين مهمة أقرت في هذه الجلسة، واقتراحات قوانين مهمة أيضا أرجئت إلى جلسة لاحقة، لا سيما تلك المتعلقة بتعديلات ضمن سلسلة الرتب والرواتب، وعلى رأسها مسألة تعديل الدوام الرسمي. من ساحة النجمة، ربيع شنطف، تلفزيون المستقبل. لم يتخذ المجلس الدستوري أي قرار بشأن الطعن المقدم من قبل 10 نواب بقانون الضرائب، وقد عين جلسة جديدة عند الساعة 10 من صباح غد الجمعة لاستكمال البحث. وعلم أن جلسة الأمس كانت حامية نتيجة إصرار بعض الأعضاء على اعتبار بعض المواد المطعون بها شكلية لا ترقى إلى مرتبة أساسية في خرق الدستور، فيما لم يوافق أعضاء آخرون على هذا الأمر، ولا سيما فيما يتعلق في آلية التصويت وتحديد أهداف محددة لفرض الضرائب بدل أن تصب كلها في حساب الخزينة العامة. وانتهت المناقشات إلى تشكيل لجنة مصغرة لإعادة النظر ببعض العبارات الواردة في القرار المقترح قبل صدوره بالصيغة النهائية. في الملف الأمني، ذكرت صحيفة الجمهورية أن التحقيقات العسكرية مستمرة مع أفراد الشبكة التي وقعت في قبضة مخابرات الجيش، وتم الإعلان عن توقيفها بالتزامن مع تحذيرات بعض السفارات. وأضافت الصحيفة أن التحقيق بلغ مرحلة متقدمة وتمكن من تحديد المتورطين المباشرين من بين الموقوفين، وبعضهم ينتمون إلى تنظيم داعش ويعتبرون من الخطيرين جدا. واعترف أحدهم بأنه كان على وشك تنفيذ عملية انتحارية بحزام الناسف، إلا أن المصادر تكتمت على المكان المستهدف، فيما تمكن المحققون من انتزاع اعتراف من بعض هؤلاء الموقوفين بأنهم كانوا يخططون لتنفيذ عمليات أمنية في بعض الأمكنة بتوجيه من الرأس المدبر الموجود في مخيم عين الحلوي المصري أبو خطاب، وكذلك تنفيذ اغتيالات وتصفية لبعض الشخصيات. أكد مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان أن الانتخابات النيابية ستجري وستشكل نقطة تحول لفتح صفحة جديدة على مستوى إعادة بناء الدولة ومؤسساتها. وفي كلمة لمناسبة رأس السنة الهجرية الجديدة، أكد المفتي دريان أن الجيش اللبناني انتصر بدعم من الحكم والحكومة والشعب. نحن مقبلون على استحقاق وطني كبير يتمثل في إجراء انتخابات نيابية في الأشهر القليلة القادمة،
والسؤال الذي يطرحه المواطن الآن: هل ستحصل هذه الانتخابات النيابية أم لا؟ هذا التشكيك أو هذا التردد في مواجهة هذا الاستحقاق في رأينا لا يفيد الوطن بشيء، ولكن من الآن إلى أن تجري الانتخابات ندعو الله تعالى أن تؤمن كل مستلزماتها وأن تجري في أجواء من المحبة والتعاون والتلاقي بين القوى السياسية، وفي أجواء هادئة وديمقراطية خالية من المشاكل والعقبات والعراقيل. لبنان وخصوصا حدوده لم ولن يسقط في فخ المؤامرة، بل لقد أثبت جيشنا اللبناني الباسل أنه قادر على دحر الإرهاب ومحاربة كل من تخول له نفسه التعدي على أمن الوطن والمواطن. واليوم الجيش مطالب بأن يبقى على استعداد تام لمواجهة العدو الإسرائيلي الذي يريد شراً بالوطن. هنأت السيدة نازك رفيق الحريري الشعب اللبناني والأمة العربية والإسلامية بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية، وأملت السيدة الحريري أن تبقى عجلة الحياة والمؤسسات الوطنية تدور في لبنان حتى ننعم جميعا بالحياة الكريمة التي عمل من أجلها شهيد الوطن الرئيس رفيق الحريري، وحرص على تدعيمها بقيم الوحدة الوطنية والعيش المشترك والنظام الديمقراطي التعددي الذي يحترم الحقوق والحريات. وتتابعون بعد الفاصل. تاج في عرسال تشدد على أهمية تعزيز مؤسسات الدولة وجيشها. نواصل الأخبار المحلية. جالت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان سيجريت كاج في بلدتي عرسال واللبوي، حيث زارت مواقع للجيش اللبناني في الجرود. كاج أثنت على جهود الجيش والتزامه الدائم للحفاظ على أمن واستقرار لبنان، وشددت على أن تعزيز مؤسسات الدولة وجيشها من القضايا الرئيسية. كما أكدت كاج على أن الأمم المتحدة ستستمر في تشجيع الدعم الدولي للجيش والمؤسسات الأمنية. أمام قصر العدل في بيروت اعتصم أهالي الشهداء العسكريين والأسرى الذين سقطوا اعتبارا من العام 2012 وحتى العهد الحالي في عرسال ورأس بعلبك، وطالبوا مجلس الوزراء بإحالة ملفات التحقيق إلى المجلس العدلي والمباشرة بالتحقيق فورا، كما لوحوا بالقيام بخطوات تصعيدية إذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم. وزير العدل مؤخرا اتصل فيي امبارح واستفهم مني على الموضوع، وقلت له انه هذا الموضوع بنترجى انه تعرضوه كبند على اول جلسه لمجلس الوزراء، فكان جوابه الي بالحرف الواحد انه نحن ضد احاله هالموضوع على المجلس العدلي. دار ما ستؤول اليه الامور بشان مناقصات البواخر العائمه لاستجرار الكهرباء عبر دائره المناقصات. نفت شركة كادنيز التركية شائعات حول وجود صفقات بينها وبين بعض الأطراف اللبنانيين. التقرير للشهير إدريس. تلزيم عروض الكهرباء يبدأ في 13 من تشرين الأول المقبل. هذا هو التاريخ الذي أعلنته دائرة المناقصات بشأن قضية استدراج العروض لاستجرار الطاقة عبر المعامل العائمة، وذلك عقب أخذ ورد بين دائرة المناقصات ووزارة الطاقة ومجلس الوزراء استلزم أكثر من جلسة حضرت فيها الخلافات والنقاشات المتكررة حول المناقصات ودفتر الشروط.
شركة كارادانيز التركية والتي تملك باخرتي فاطمة جول وأرهان باي للطاقة والتي كانت من أولى الشركات المؤهلة للحصول على المناقصة تستعد من جديد للدخول بقوة في المنافسة، وقد تكون باخرة أوركا سلطان التي يتم بناؤها حاليا والتي تحتاج إلى شهرين هي المؤهلة للقدوم إلى لبنان في حال حظيت الشركة بالمناقصة، لأنها تنتج قرابة 420 ميجاوات أي السعة التي يحتاجها لبنان. تزامنا مع كل ذلك كانت جولة للإعلام اللبناني على ما تقوم به شركة كارادانيز في ثلاث مواقع لبناء السفن العائمة لإنتاج الطاقة في تركيا برفقة رئيس الشركة أرهان كارادانيز الذي يعتبر لبنان بلدا صديقا، وقد نفى كل ما أشيع عن صفقات ورشاوى تقوم بها شركته مع أطراف وقوى لبنانية لتمرير حصوله على المناقصة، مبديا تفاؤله بأهمية الاستثمار في لبنان وإيمانه بالحكومة اللبنانية وبالقضاء. Lebanon is a friendly country. لبنان بلد في منطقتنا وهو بلد صديق. جميع مشاريعنا في لبنان أو في أي مكان آخر لا مكان فيها لعملات وصفقات، ونحن حريصون على الفوز بالمشاريع عن جدارة واستحقاق وتوفير طاقة مستمرة بسعر منخفض مع التطوير والاستثمار. سندخل المناقصة وننافس، وإذا تمكننا من تقديم أفضل الحلول من الناحية التقنية والمادية واحترام الوقت، نأمل أن يتخذ أصحاب القرار في لبنان قرارا منصفا. أعتقد أن الحكومة اللبنانية لديها سياستها في التعامل مع جميع المستثمرين الأجانب، وكل ما هو متوافر لجميع المستثمرين الأجانب نأمل أن يتوفر لنا في بيئة تنافسية عادلة، وأن نتنافس مع شركات تستطيع تنفيذ ما تلتزم به. وكان كارادانيز قد أوضح عبر الوثائق والأرقام أن لبنان تمكن من توفير 350 مليون دولار أمريكي خلال 5 سنوات عبر البواخر الموجودة مقارنة باستجرار الطاقة من سوريا، مشيرا إلى أن شركة كار باور شيب تحتفظ بحق الرد واتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يستهدف الشركة وسمعتها. أما ممثل الشركة في لبنان رالف فيصل فشدد على احترام قرار الحكومة، داعيا إلى التطلع للإيجابيات لجهة زيادة ساعات التقدير بوجود البواخر. نحن منا معنيين بهذا الموضوع، عم بيصير في هذا السجال، ما يعني ما عم بيكون له علاقة بالتنفيذ فعلا بقدرة الشركات بالتنفيذ على الأرض. فيهم يرجعوا للاشياء اللي عملناها، للتاريخ اللي عملناه من 4 سنين ونص بالفتره السابقه، 4 أو 5 سنين السابقه بلبنان، واذا حدا في عنده اشكال على تجربتنا بليز خليه يقولوا هلا. ايام تفصلنا عن 13 من تشرين الأول المقبل للبت في هذا الملف الشائك في ظل تاكيدات من الحكومه ورئيسها على ضروره تامين تغذيه كامله للكهرباء في لبنان في اسرع وقت ممكن. في ظل نفي شركة كارادانيز لبواخر الطاقة لأي صفقات في لبنان، يبقى الحل النهائي بيد دائرة المناقصات التي من شأنها البت في هذا الملف، وبشأن الشركات المتنافسة لحل معضلة الكهرباء التي ينتظرها الشعب اللبناني منذ سنوات طوال. من اسطنبول، شهير دريس، تلفزيون مستقبل. وتتابعون بعد الفاصل. زلزال مدمر يضرب المكسيك. جدد رئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني التأكيد على انتهاء الشراكة مع بغداد، مؤكدا أن الاستفتاء في موعده، في وقت أعلنت الخارجية السعودية أن الرياض تعول على حكمة البرزاني لوقف العملية. قرار إجراء الاستفتاء المقرر نهاية الأسبوع المقبل للانفصال عن العراق هو قرار شعب كردستان. بهذه الكلمات خاطب رئيس الإقليم مسعود البرزاني الألاف الذين احتشدوا في السليمانية دعما للاستقلال، في إشارة جديدة إلى أن الاستفتاء سيجري في موعده، وقال أن الأكراد ارتكبوا خطأ فادحا بالعودة إلى بغداد بعدما كانوا إقليما مستقلا. ودعا البرزاني إلى وحدة الصف الكردي ليتحقق الاستقلال، وانتقد الحكومة العراقية التي قال إنها انتهكت الدستور مرات عدة، وإن قرار الاستفتاء جاء بعدما وجدنا دولة طائفية انبثقت في العراق.
من جهته وردا على مواقف نوري المالكي الرافضة لمبادرتي الرئيس فؤاد معصوم والغرب، أكد الحزب الديمقراطي الكردستاني أن هذه المواقف ترمي إلى تأزيم الأوضاع بين أربيل وبغداد. وفي إطار المعالجات يبذل الرئيس العراقي فؤاد معصوم جهودا مكثفة لحل الأزمة الناجمة عن الاستفتاء. وفي هذا الإطار تندرج محادثات معصوم في السليمانية مع رئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني، حيث اتفق الرئيسان على إرسال وفد رفيع المستوى إلى بغداد خلال اليومين المقبلين. وزارة الخارجية السعودية دعت مسعود البرزاني إلى عدم إجراء الاستفتاء الخاص بالانفصال، وذلك لتجنيب العراق والمنطقة مزيدا من المخاطر التي تترتب على إجرائه. وقالت الخارجية السعودية أن الرياض تعول على حكمة البرزاني. بدورها طالبت المفوضية العليا لسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني، طالبت إقليم كردستان بعدم إجراء استفتاء الاستقلال يوم الاثنين المقبل، مذكرة بحرص الاتحاد الأوروبي على وحدة وسيادة العراق. بعد أيام على زلزال قوي قتل العشرات، عاشت المكسيك ساعات رعب جديدة إثر زلزال آخر ضرب وسط البلاد حاصدا أكثر من 230 قتيلا فضلا عن الجرحى والمفقودين. في نفس اليوم وتقريبا نفس الساعة من نحو 32 عاما وفي مصادفة غريبة، هز زلزال مدمر مكسيكو سيتي حاصدا مئات القتلى والجرحى والمفقودين والأعداد مرشحة للارتفاع. الزلزال المدمر الذي ضرب المكسيك بقوة 7 درجات على مقياس ريختر روع العالم بأسره لمشاهده المرعبة والمأساوية والأضرار الهائلة التي خلفها. الزلزال وقع بعد ساعات فقط من تدريبات أجرتها المكسيك لمواجهة الزلازل في جميع أنحاء البلاد في الذكرى السنوية للزلزال المدمر الذي تسبب بمصرع آلاف الأشخاص في مكسيكو في العام 85. رئيس وكالة الحماية المدنية لويس فيليب بوينتي قال إن العدد الأكبر من الوفيات حدثت في ولاية موريلوس جنوب العاصمة، إلا أن المشهد الأكثر إيلاما كان في مدرسة للأطفال حيث قتل العشرات وما زال العشرات تحت الأنقاض. الرئيس المكسيكي أعلن حالة الطوارئ في البلاد وأرسل وحدات الجيش للمساعدة، في وقت تواصل فرق الإنقاذ جهودها بحثا عن أحياء تحت الأنقاض. وجرى إخلاء مبان في مناطق مختلفة من المدينة وعلق مطار نيو مكسيكو أعماله. عمدة مكسيكو سيتي ميغيل أنخيل مانسيرا قال لشبكة تلفزيون محلية إن مبان في 44 منطقة انهارت أو تضررت بشكل كبير. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعهد بمساعدة المكسيك الجارة الجنوبية للولايات المتحدة بعد الزلزال العنيف، وكتب ترامب على موقع تويتر: ليبارك الله سكان مكسيكو سيتي، نحن معكم وسنكون إلى جانبكم. أكدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن حزب الله اللبناني يزيد من الصراع في الشرق الأوسط. ماي التي اجتمعت إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طالبت الأمم المتحدة بوضع مكافحة الإرهاب على أجندة الجمعية العامة. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه توصل لقرار بشأن الاتفاق النووي مع إيران لكنه رفض الإفصاح عنه. من جهته رد الرئيس الإيراني حسن روحاني على كلمة الرئيس الأمريكي مشيرا إلى أن طهران سترد بحسم وقوة على أي انتهاك من قبل أي طرف للاتفاق النووي. وفي الختام نعود للتذكير بأبرز ما جاء في النشرة من عناوين. ما حدا طرح يعني موضوع التوطين في لبنان. لبنان يشدد على رفض التوطين، ومجلس النواب يرجئ البتة بالاقتراحات المتعلقة بالسلسلة بانتظار قرار المجلس الدستوري. نحن مقبلون على استحقاق وطني كبير يتمثل في إجراء انتخابات نيابية. المفتي دريان يؤكد أن الانتخابات ستشكل نقطة تحول لفتح صفحة جديدة على مستوى إعادة بناء الدولة ومؤسساتها. البرزاني الاستفتاء في موعده وأخطأنا بالعودة إلى بغداد، والسعودية تعول على حكمته للحفاظ على وحدة العراق. هذا كل شيء في النشرة، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء. سعد الحريري الذي قدم كامل الدعم.